هلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعه ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه انا عارف مرت فتره طويله ما شفتوني بالقبعه وكمان مرت فتره طويله من يوم قلتوا لي يا وجيه سوي فيديو عن قائمه اغنى ممثلين في العالم اتوقع من 2019 ولا من 2020 تقول سوي قائمه اغنى ممثلين في العالم وقاعد اسحب عليكم كنت دائما اجل الموضوع كذا لغرض انه يعني مو وقته يعني بيجي ليوم يوم ثاني ولكن احب اقول لكم انه انا الاوان اننا نشارك مع بعض هذه المعلومات الثمينه والثريه ثريه ركزوا حطوا لي 100 خط على الثريه لانه موضوع اليوم كله ناس اثرياء او ممثلين اثرياء بالتحديد، ولكن يا جماعه قبل ما نبدا لازم نفهم مجموعه اشياء، في فرق بين الممثلين الاعلى اجرا في هوليوود وفي فرق بين الممثلين الاعلى ثروه، اتوقع واضح الفرق ما يحتاج اشرح اكثر من كذا، اليوم ما راح نتكلم عن الممثلين الاعلى اجرا اللي رواتبهم مره عاليه، راح نتكلم عن الممثلين اللي عندهم ثروه جدا عاليه ومعظمها تكونت عن طريق التمثيل او جزء منها كان عن طريق التمثيل او عالم السينما والتلفزيون بشكل عام، غير كذا يا جماعه القائمة هذه تقريبا معتمدة من عدة مواقع بعد إفصاح بعض الممثلين عن ثرواتهم وبعض الممثلين مفصحين عن ثرواتهم ولكن ما هو بشكل رسمي عشان كذا بعض الممثلين ممكن سبق وتكلمنا عنهم في سلسلة القصة ولكن ما راح تلاقوهم موجودين في القائمة هذه لأنهم ببساطة يعني ثروتهم ما هي مؤكدة أو ما هي معتمدة بوجه بطريقة رسمية موجودة هذه الأرقام ممكن عندهم بس ما هي موثقة أو ما هي معتمدة من الجهات المعنية بتوثيق هذه الأشياء عموما ما يهم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات عشان وصلكم لكم اول باول ولو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك لانه مرهم بيساعدني كثير وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد برضو راح تلاقوهم في صندوق الوصف ويلا بينا نخش على قائمه اغنى ثمانيه ممثلين في هوليوود بنبدا من اسفل بعدين ايش لنوصل للقمه في المركز الثامن عندنا الممثل القدير والكبير جاك نيكلسون، صاحب ال 12 ترشيح لجائزة الاوسكار وثلاث انتصارات في حفل الاوسكار، يعني عنده ثلاث جوائز اوسكار وعنده 12 ترشيح. يعد هذا الممثل يا جماعة من اغنى الممثلين في هوليوود بثروة تقدر بحوالي 400 مليون دولار. امريكي ما يحتاج يحولها لك لجنيه مصري ولا ريال سعودي اتوقع واضح وبالرغم يا جماعه من انه اعتزل التمثيل بسبب انه بدا يعاني من مشاكل في النسيان وعدم القدره على حفظ النصوص الا انه الى يومنا هذا ما زال متربع في عرش اغنى الممثلين في هوليوود ومع 400 مليون دولار كمان عنده لوحات فنيه مره غاليه اسعارها بالعشرة 10 مليون وعنده سيارات وعقارات وامور وماشيه يعني. واللي ما تعرفونه يا جماعه عن جاك نيكلسون ترى ما هو بس ممثل، هو ممثل وكاتب ومنتج وكمان مخرج، كتب سبعه اعمال واخرج اربعه اعمال وانتج ثمانيه اعمال ومثل في حوالي 79 عمل مختلف، فلذلك ثروته الضخمه هذه ما جت فقط من التمثيل، جات كمان من انتاج ومن اخراج ومن اشياء ثانيه. ولو بختار لكم فيلم من افلام جاك نيكلسون اللي انا مره احبها كتوصيه يعني في نهايه الكلام عن هذا الممثل، راح اقول لكم تابعوا فيلم وان فلو اوفر ذا كوكوز او احدهم طار فوق عش الوقواق اللي نزل سنه 1975، فيلم درامي دسم جدا وفيه رمزيات واسقاطات جدا جدا ممتازه ولازم تتابعوه. في المركز السابع الممثل الكوميدي والرهيب ادم ساندلر، الانسان هذا يا جماعه ينحدر من اصول يهوديه روسيه، تخيلوا ادم ساندلر من اصول روسيه مش باين عليه، لو قالوا لي من اصول عربيه بقول اوكي. وثروه هذا الانسان تقدر بحوالي 420 مليون دولار امريكي ومعظمها ما جابها من مهنته كممثل انما جابها من شركه الانتاج تبعه، الادمي هذا يا جماعه عنده شركه انتاج انتجت حوالي 60 فيلم، ومعظم افلامه اللي مثل فيها وكانت من بطولته هو شخصيا انتجها بواسطه شركه انتاجه، ابسط لك الموضوع يعني هو ياخذ فلوس من شركه انتاجه وقاعد يعطي نفسه رواتب على الافلام اللي قاعد ينتجها بواسطه شركه انتاجه، فلوس من كل مكان، غير انه كتب عملين يعني في عملين كتبها كتابة وكمان شارك في أكثر من ثمانين عمل مختلف أفلام على مسلسلات وغيره ولا تستهينوا يا جماعة في آدم ساندلر ترى رواتبه جداً 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 عالية بالرغم من أنه أفلام كثيرة له تقييماتها سيئة أو تقييماتها منخفضة إلا أنه رواتب هذا الإنسان جداً جداً عالية بعض الأفلام كان يأخذ عليها عشرة مليون دولار على الفيلم الواحد وصلت إلى خمسة وعشرين مليون دولار للفيلم الواحد وحالياً يعني وإلى يومنا هذا أي فيلم يظهر فيه تأكدوا أنه راتبه يقع ما بين العشرة والعشرين مليون دولار على الأقل ولو بوصيكم تتابعوا فيلم لهذا النجم الرهيب آدم ساندلر ما راح أروح بعيد ولا راح أرجع ولا راح أوصيكم فيلم نزل هذه السنة اسمه هصر فيلم جدا جدا رائع ومحفز عن مستكشف مواهب يستثمر في لاعب كرة سلة ويحاول يحقق حلمه وحلم لاعب السلة هذا في المركز السادس الممثل الكبير والعريق ميل جيبسون تقدر ثروة هذا الإنسان يا جماعة بحوالي 425 مليون دولار أمريكي يبقى الفرق بينه وبين آدم ساندلر 5 مليون دولار بس ثروته الهائلة يا جماعة هذه ما جاته فقط من التمثيل لأنه الادمي هذا كتب ستة أعمال وأخرج تسعة أعمال وأنتج حوالي واحد وعشرين عمل ولعل أشهر فيلم أخرجه وأنتجه وكان من بطولته في نفس الوقت هو فيلم بريف هارت اللي نزل سنه 1995، يعني هذا الفيلم اخذ فيه ثلاث رواتب، ركزوا ها، راتب الانتاج وراتب الاخراج وراتب التمثيل، وراح تنصدمون لو اقول لكم انه اول راتب اخذه من جيبسون هو حوالي 400 دولار فقط في فيلم سمر سيتي سنه 1977، 400 دولار بس، هذا اول راتب اخذه، واليوم راتبه يتراوح ما بين ال 20 وال 25 مليون دولار عن الفيلم الواحد، غير انه عنده جائزتين اوسكار واحده اخذها عن اخراجه لفيلم بريف هارت سنه 1995 والثانيه برضو اخذها لافضل فيلم اللي هو فيلم بريف هارت سنه 1995 تبغاني طيب اصدمك قبل ما نروح للممثل اللي بعده فيلم هاكس وريدج عرفته ولا انا أعرف فيلم هاكس وريج. صح اللي ترشح للاوسكار سنه 2016 ياب احب اقول لك انه الفيلم هذاك من اخراج ميل جيبسون والفيلم هذا ترشح للاوسكار بس ما فاز فيها ياب ميل جيبسون ما غيره في المركز الخامس الكبير والقدير والمخضرم روبرت دينير الممثل الامريكي من اصول ايطاليه وثروته يا جماعه تقدر بحوالي 500 مليون دولار امريكي، وهو ممثل وكاتب ومنتج وله تجربتين برضو في الاخراج، ولكن يا جماعه اللي ما تعرفونه عن روبرت دينيرو انه ثروته ما هي فقط من عالم الافلام، الراجل هذا بعد ما جمع له كم قرش في عالم الافلام انطلق الى عالم التجاره والاعمال، روبرت دينيرو يا جماعه عنده مجموعه مطاعم وعنده مجموعه فنادق حول العالم، واحده من الاشياء كمان اللي ما تعرفوها عن روبرت دينيرو او ممكن انها واضحه بس ما حد منتبه لها، روبرت دينيرو يا جماعه مره يحب التمثيل لدرجه انه يقدر يعتزل في اي وقت بس ما يبغى يعتزل لدرجه انه يقبل اي دور يجي حتى لو كان الفيلم حلو ولا سيء ما عنده مشكله ما يقول لا عموما اول راتب اخذه روبرت دينيرو في مسيرته كان 50 دولار فقط عن مشاركته البسيطه في فيلم ذا ويدنج بارتي سنه 1969 واليوم هذا الانسان رواتب وتتراوح عن الفيلم الواحد ما بين ال10 وال20 مليون دولار في المركز الرابع يا جماعه عندنا جورج كلوني وهو ممثل وكاتب ومخرج وكمان منتج ثروته تقدر بحوالي 500 مليون دولار امريكي، يعني بالعربي كده على بلاطه نص مليار، وحقيقه يا جماعه ثروته جزء كبير منها جاء من عالم التمثيل والانتاج وعالم هوليوود بشكل عام، وجزء ثاني منها كمان جاء من عالم الاعلانات، الادمي هذا مطلوب في الاعلانات بشكل مو طبيعي، سوى اعلانات لشركات كبيره بالهبل، واحد من اقوى الاعلانات اللي سواها اقصد من ناحيه المردود المالي، سوى اعلان لشركه نسبريسو 20 مليون دولار بس يب شوفوني اقولها بس لانه هو كذا قال في اللقاء قال سويت اعلان للنسبريسو بس ب 20 مليون والله يقول بس رواتب جورج كلوني حاليا تتراوح ما بين العشره والعشرين مليون دولار امريكي برضو في المركز الثالث يا جماعه عندنا النجم الكبير والغني عن التعريف توم كروز الادمي هذا يا جماعه ثروته تقدر بحوالي 570 مليون دولار امريكي ومعظمها تيجي من عمله في مجال التمثيل وكمان عمله في مجال الانتاج احد الاشياء يا جماعه اللي تميز فيها توم كروز انه رواتبه مره كبيره مره كبيره مقارنه باي ممثلين ثانيين يعني اوكي اول راتب اخذه في مسيرته كان خمسين الف دولار ومقارنه باي ممثل ثاني ترى يعتبر رقم كبير كاول دور له وارتفع راتب توم كروز بشكل تدريجي الى ان وصل الى 75 مليون دولار للفيلم الواحد يب ما قلت شيء غلط مش 75 الف 75 ,000 مليون دولار للفيلم الواحد توم كروز يا جماعه في حاجه مميزه فيه برضه حريص عليها جدا ما يكتفي بالراتب فقط لما يوقع عقوده مع الافلام دائما يطلب نسبه من ارباح الفيلم اغلب افلام توم كروز ياخذ فيها راتب وكمان نسبه من ارباح الفيلم عشان كذا لما يكون راتبه 75 مليون عن الفيلم والفيلم هذا بعد فتره يحقق مليار دولار يعرفوا ان النسبه اللي اخذها توم كروز غير ال 75 مليون دولار حقه بياخذ كمان 100 مليون ثانيه او 75 مليون ثانيه اي فيلم ميشن امبوسيبل يجي لتوم كروز سواء اخر ثلاثه افلام او الفيلم القادم ترى راتبه ما يقل عن 75 مليون غير النسبه من ارباح الفيلم على جنب كذا دخل قائمه اغنى الممثلين من التمثيل فقط وشويه انتاج في المركز الثاني عندنا النجم الكوميدي والشهير والكبير جدا جيري ساينفيلد ممكن كثير منكم ما يعرفونه بحكم انه النجم هذا يعني جاي من جيل قديم شويه في عالم السيت كوم ولكن متابعين مسلسل ساينفيلد اكيد يعرفونه ويعرفون قد ايش هذا الانسان جدا مت وقبل ما اصدمكم بثروته يا جماعه خلوني اقول لكم انه ثروه هذا الانسان اغلبها جات من مسلسل الشهير ساينفيلد. المسلسل هذا مسلسل ساينفيلد اللي هو باسمه اصلا هو اسمه جيري ساينفيلد، المسلسل اسمه ساينفيلد، المسلسل هذا هو اللي كتبه، هو اللي انتجه، وكمان هو كان بطله مع مجموعه من الممثلين. المسلسل هذا يا جماعه ساينفيلد تم بيعه على قنوات تلفزيونيه في ارجاء العالم بشكل جدا كبير والى يومنا هذا ما زال يباع. من سنه 1989 والى يومنا هذا هذا والمسلسل ما زال يباع الى قنوات فضائيه وكمان منصات رقميه زي نتفليكس وغيره هيا تخيلوا انه ثروه هذا الانسان جيري ساينفيلد وصلت الى 950 مليون دولار امريكي يعني واحد مليار الا تك ومعظمها جات من وين جات من مسلسل ساينفيلد لانه تقريبا المسلسل بكل حذافيره ملك له الرواتب اللي اخذها كممثل ومنتج وكاتب من مسلسل ساينفيلد بس الرواتب اخذ 250 مليون دولار واي ارباح بعد كده تيجي من هذا المسلسل تاجير كبيع كايا كانت النيل المنيله برضو ينزل له منها فلوس الى يومنا هذا غير انه هذا الادمي عنده اعمال كوميديه مره ثانيه كثيره وقاعد يدخل له فلوس ولكن معظم المليار اللي وصلته او 950 مليون دولار وصلته من مسلسل ساينفيلد اما في المركز الاول يا جماعه راح تنصدمون مثل ما انا انصدم لان الممثل او الممثله اللي في المركز الاول ما هي معروفه كثير لكنها معروفه في عالم التجاره وكره السله في المركز الاول وكاغنى ممثلة ممثلة في عالم هوليوود هي النجمة جامي جيركس واللي تقدر ثروتها بحوالي ثلاثة مليار دولار أمريكي يا لهوي ثلاثة مليار دولار مرة واحدة يا وجيه ياب ما شاء الله البنت يا جماعة هذه التمثيل بالنسبة لها هواية يعني ما هو شيء تسويه علشان تاكل عيش منه أو كان لقمة عيش إلى فترة معينة بعدين صارت لها حاجة غيرت حياتها تماما البنت هذه كانت ممثلة إلى سن معينة وبعدين اتزوجت مين؟ اتزوجت واحد يملك فريق كرة سلة وبعد فترة صارت هي جزء من ملاك فريق كرة السلة هذا البنت هذه وزوجها يا جماعه اليوم يملكون فريق كرة سلة معروف في امريكا اسمه اتلانتا هوكس زوجها اللي هو صاحب هذا النادي ثروته تقدر ب 5 مليار دولار وهي بعد ما صارت شريكه في هذا النادي ثروتها تقدر ب 3 مليار دولار لا حد يسالني وش اهم افلامها وش اهم اعمالها والله ما اعرف ولا قد شفت لها فيلم او ممكن اني شفت وناس وليش صنفت كاغنى ممثله لانها حرفيا ممثله ومثلت في 50 فيلم وما زالت تمثل ما عندها مشكله مع التمثيل اضافه الى ذلك يا جماعه سجلوا عندكم سلفستر ستالون وتوم هانكس وارنولد وجينيفر لوبيز هذولي كل واحد فيهم تقريبا ثروته تصل الى 400 مليون دولار امريكي ولكن ما هم موجودين في هذه الليسته موجودين كذا بس ما هم جايين في المراكز الاولى مع انه اول واحد تكلمنا عنه اللي هو جاك نيكلسون ثروه 400 مليون بس دول جايين بعده في في ترتيب لها في المواقع الرسميه ايش هو مش عارف غير كذا الممثل شاروخان مصنف ضمن اغنى الممثلين بثروه تصل الى 600 مليون دولار يب 600 مليون دولار امريكي ولكن ما اضفته في هذه القائمه او ما تكلمت عنه بالتفصيل في هذه القائمه لأن القائمه هذه مخصصه لهوليوود وهو من بوليوود يعطيكم العافيه يا جماعه المشاهده لايك للفيديو لو عجبكم واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وتعالوا على سيرفر الديسكورد راح تلاقوه موجود في الوصف عندنا فعاليات بين فتره وفتره يعطيكم العافيه كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم